عايزة أشكر كاريزما على المجهودات الرائعة اللي بتعملها عن طريق الموضوعات الشيقة اللي بتقدمها، من سواء موضوعات سياسية أو موضوعات اجتماعية بتلمس الجالية المصرية داخل الولايات المتحدة. وعايزة أهني وائل لطف الله على المجهود الكبير اللي بيعمله عن طريق السوشيال ميديا في نشر جميع هذه الموضوعات، ونشر جريدته المرموقة دلوقتي أو الجريدة المرموقة الوحيدة دلوقتي للجالية العربية داخل الولايات المتحدة. وملاحظة كاريزما منتشرة جدا سواء في السوشيال ميديا أو في المناطق كلها مطرح، حتى كنت في رسنو ولقيت كاريزما يعني منتشرة في جميع المناطق. بصراحة أشكر وائل لطف الله، من أعز الناس عندي، وبتمنى له دايما التوفيق في مهاراته في تقديم الموضوعات السياسية والاجتماعية وكل ما يخص الجالية في الولايات المتحدة. كاريزما انت دايما موفقة، اشكرك. كاريزما ديلي.com، الخبر كل الخبر.